ما تقلقش انت مش لوحدك، كلنا اتخزوقنا عادي ولكن حصل اي حاجه. قهوتنا مزكتنا ماتشاتنا. انا احمد خالد من 365 ودي نصايح الجوله الثانيه. لايك سبسكرايب وشير واللي جبت كام نقطه في الكومنتات. ويلا بينا. والله انا زيك بالظبط، كنت فاكر ان جوارديولا بس اللي بيخزونا، طلع ارتيتا كمان، ستونز دكه، جابريال دكه، ومش بس كده ده ينزل ويجيب نقطه ويحرق دمك. انا عايز اقول لك بعد ما ارسنال اعلن التشكيل بتاعه، حساب الفانتزي الرسمي على تويتر عمل ريتويت لصوره جابريال وكتب ويلكم باك. نجحتك يا اخي. والله بجد كل ده كوم، واللي انا شفته باقي الماتشات كوم تاني خالص. ابتدى يبان حاجات هتبسطنا في الفانتزي وحاجات هتزعلنا قوي. طبعا انت فرحان بجول ساكا واسيست مارتينيلي حلو بصراحه، كان جامد قوي. وانا زيك، بس زي حياتنا كل حاجه حلوه ما بتكملش اخرها. الكئبه دي يا عم. في حاجه انا لاحظتها في ارسنال في ماتش نوتنجهام، ويا رب بطلع غلط. ارسنال لعب بخطه 3 2 4 1 بودي جارد وهافرتز تحت المهاجم، وبالتالي كان ساكا ومارتينيلي فاتحين الملعب وبعيد عن الجون. ومن وقت للتاني كان ساكا بيدخل وبيشوط، لكن مارتينيلي ما شاطش ولا شوطه. وبيني وبينك انا قلقت، ما انا مش هرمي 8 ولا 8 ونص على الارض، بس الفانتزي علمني ان انا لازم استنى واتفرج، ممكن يحصل مفاجآت كتير على مدار الموسم. وفي اسوأ الظروف ومع كل دقيقه مرت في الماتش، بان ان ساكا ما التزمش قوي بتعليمات المدرب وفضل على الطرف، ودخل اكتر من مره وحاول يشوط كتير فهيجي منه. لكن مارتينيلي على الناحيه الثانيه واضح ان في حاجه غلط، وكان باين من البري سيزون ان هو مش في احسن مستوياته، وباين اكتر قصاد نوتنجهام فورست. الماتش قصاد كريستال بالاس مش هيكون سهل. روي هوتسون مدرب قديم وجامد زي ما بيقولوا اخواتنا الخلايا كده، معرق يعني صعب. فماتش زي ده هيبان فيه ملامح الفريق اكتر، فخلينا نشوف. وحاجه اخيره، تيمبر جاله صليبي، وزي ما قال المعلق اهلا بيك في معقل الجنرز، المستشفى فتح التاني. بس ده يخليك تفكر في توماياسو، خصوصا ان زيتشينكو مصاب. باربعة ونص في ارسنال ممكن تفكر فيه. سيتي ونيوكاسل، وفي اكتر من حاجه عايز اكلمك عنهم في الماتش ده، اولهم ايزاك وويلسون. وشيء متوقع ان ايزاك يسجل، ان هو بروفايل مهاجم يلعب في التوب 6 مستريح، وده خلى ناس كتير تروح تشتريه، وبالفعل سعره عالي، وهو اول لاعب في الفانتزي سعره يعلى السنه دي. بس انا عايز اقول لك احنا ما رشحناهوش ليه. اولا ماتشاته اللي جايه مش سهله خالص، ليفربول، سيتي، برايتون، وبرينفورد، والاربعه اصعب من بعض. فالمنطقي انك كنت تفضل في السيف زون بعيد عنه شويه. في ربع مليون اشتروه، لو انت منهم قول لي في الكومنتات هو خرج في الدقيقه كام. انا سايبك تفكر براحتك. خرج في الدقيقه 67 ونزل مكانه ويلسون، وده اللي انا كلمتك عليه من بدايه الموسم. الراجل ما كملش حتى 75 دقيقه، ويلسون لعيب حريف وجامد جدا، وطبيعي هيحصل فيه روتيشن بينهم تاني. وعلى الناحيه التانية بقى، الجديد في السيتي ان برناردو كان اغلب الوقت ارتكاز تاني. انا عارف ان هو على ورق جناح، بس ده ما حصلش في الماتش، وده خلاه بعيد عن الجون اكتر من السنه اللي فاتت. المفاجاه بالنسبه لي في الماتش ده ان الفاريز كان قريب جدا من المرمى، وكان قريب ان هو يسجل اكتر من مره. الراجل كان بين الجناح الشمال وبين تحت المهاجم. فودن برده كان اقرب لتحت المهاجم، بالتالي جات له اكتر من فرصه وكان ممكن يسجل فيهم. لا عمل يا ابني ده عمل واحده كده والكره نطت قدامه وكان شاطها، كان معايا في الفانتزي وعمال اعيط. فبالنسبه لي في السيتي بالترتيب كده، هالاند، فودن، الفاريز. بس هل ده معناه ان فودن والفاريز هيلعبوا دايما؟ ما اظنش. وانا عن نفسي توقعي الماتش ده هيبقى فيه اهداف للفريقين، بس انسى الكلين شيت. وخلي بالك ان السيتي لسه هتلعب في السوبر الاوروبي قصاد اشبيليا، والحلقه دي قبل الماتش، فوارد ان في حد يتصاب، وارد برده انك تبص على الخطه، لان غالبا اللي هيلعب 90 دقيقه مش هيلعب في ماتش الدوري. احتمال. وخلي بالك بقى، ايدي هاو من ساعه ما مسك نيوكاسل وهو فريق صعب، مالكش دعوه انت يا هالاند. تشيلسي وويست هام، وقبل اي حاجه تشيلسي فريق بيتطور وبيتحسن مع بوتشيتينيو، بس في مشاكل في الفريق. كايسيدو جه وهيبقى احسن من جالجر وهيفيد الفريق جدا، خاصه بيطلع بالكوره، تعامل تحت الضغط. هتقولي ده هيفيدني ايه في الفانتزي؟ هقول لك ان هو دفاعيا وهجوميا هيفرق كتير. لكن ماتش بين فرقتين في لندن فقلق بينهم وما تكتمش حد فيه. لكن في نفس الوقت تشيلسي بان لها ملامح كتير عايزين نتكلم عنها. اولا جاكسون مهاجم جامد جدا، راجل بيتحرك كتير، جات له اكتر من فرصه لكنه ما قدرش يستغلها. وعايز اقول لك ان في فرصه هو اصلا صنعها لنفسه، جري من قبل نص الملعب لحد الجون لكن اليسون صدها. اللي كان مرعب بقى بجد في الماتش ده هو تشيلويل، الراجل باك ليفت على الورق او وينج باك ليفت لكنه كان طاير طول الماتش. الراجل كان اقرب لمهاجم تاني او جناح شمال. وعلى الناحيه الثانيه جيمس كان طاير برده، لكنه ما كانش هجوميا زي تشيلويل موجود جوه الصندوق، كانت ادواره مقتصره على انه يرمي عرضيات او يحاول يدي باصص جوه الصندوق، لكن تشيلويل هو اللي كان دايما جوه الصندوق وبيحاول يسجل. فالمقارنه اللي اتكلمنا عنها في اول الموسم واضح ان تشيلويل هو اللي هيكسبها، بس زي ما قلت لك ان ده لسه اول ماتش ولسه هنشوف، فخلينا نتفرج. اخر واحد هو تشيكوميكا، هو باربعه ونص فما تستناش منه كتير. الراجل في الملعب كان بيأدي، لكن جوه الملعب كان لينا كفانتزي ما كانش احسن حاجه، ما شاطش كتير، ما حاولش حتى يعمل اسيست حلو، فكان بيوزع لعب. فهو في الملعب كان حلو، لكن فانتزي ما اظنش هيبقى احسن حاجه. بس هرجع اقول لك ده لاعب باربعه ونص في تشيلسي اساسي، يعني وارد في اي وقت يعمل اي حاجه. برايتون وولفز، عايز اقول لك ان ده تاني اكتر ماتش انا مستنيه الاسبوع ده، خاصه بعد اللي عملوه قصاد مانشستر يونايتد، وبقيت مستني اتفرج عليهم اكتر. بيني وبينك انا كنت مراهن على كونيا مع صحابي، لكن الراجل للاسف ما سجلش، جات له اكتر من فرصه خطيره وكان اهم واحد في الماتش. في اوبشن حلو
حلو جدا، سرابيا بخمسة مليون، نازل كنص ملعب وبيلعب كمهاجم، فمع مرور الجولات لو أدى أحسن إنه قصاد اليونايتد ما عملش حاجة قوي ممكن يكون أوبشن كويس. أما برايتون فويلبيك كان وحش زي ما إحنا متعودين عليه، مفيش جديد، قراراته في التلت الأخير في الملعب كانت سيئة جدا سواء إنه يسجل أو يصنع. يعني لو واحد هيخرج من الأربعة اللي قدام في برايتون هيكون ويلبيك أول واحد، وغالبا فيركسون اللي يلعب مكانه. وجواو بيدرو كان حلو جدا في الماتش وكان ممكن يسجل أكتر من ضربة الجزاء، أنا بس عندي مشكلة معاه بسيطة إن هو بيتحرك على الأطراف كتير جدا، لكن بحكم مركزه ده كان طبيعي. وميتوما برضو كان جامد جدا في الماتش، على الاقل كان هيطلع له باسيستين لولا ويلبيك. ليفربول وبورنموث، وبصراحه ليفربول دايما مرعبين، كلنا شفنا اول نص ساعه قصاد تشيلسي كانوا قاتلين الماتش، لكن مع مرور الوقت لقيت ان مستوى ليفربول بيتراجع وتعادلوا في النهايه. يعني محمد صلاح صنع جول حلو قوي، جايب كره في العارضه ومسجل جول اتلغى، الراجل كان قفل اللعبه لولا ان حظه وحش، وكان هو فعلا نجم الماتش لحد ما انزو فرنانديز قرر ان هو يبقى خارج. الواد كان في كل حته في الملعب، ما سابش حته. وعايز اقول لك ان هو قصاد ليفربول كان بيلعب في ادوار متقدمه اكتر، لون ان جاليجر ما كانش قادر يأدي ده كان زمانه ممكن يطلع له باسيست او اي حاجه، لكن التعاقد مع كاسيدو اكيد هيفرق في النقطه دي. انا بيني وبينك وما تقولش لحد، انا خايف يحصل نفس سيناريو يونايتد، المدرب ما كملش يومين وشفنا فريق تاني خالص. بس المفروض وحطها بين قوسين، المفروض ليفربول عن انفيلد ماتش سهل، صلاح ودياز كانوا احسن اتنين في الماتش اللي فات، وجوتا ما كانش احسن حاجه خالص، وانا واثق انه مش هيكمل كتير، ده لو ما عادش دك يعني الماتش الجاي، وغالبا انه نزل يلعب مكانه. جاكبو في نص الملعب فكره فشلت فشل ذريع، الراجل ما بيضغطش ولا حتى بيهاجم ولا بيدافع. فرقم واحد في ليفربول صلاح، رقم 2 دياز. وعلى الناحيه الثانيه بورنموث، انا كده كده مستني اشوف منهم اكتر، كده كده سولانكي هو النجم الاول في الفريق، لكن احنا عايزين نبص على اوبشنز ثانيه. واخيرا قمه الجوله، توتنهام ومانشستر يونايتد، وقبل اي حاجه ماتشات التوب 6 بيبقى ليها حسابات ثانيه. انت لو احسن فريق في العالم ممكن تنزل الماتش ده وتلعب بشكل مختلف، لو اكتر فريق بيهاجم في العالم ممكن تنزل الماتش ده تدافع عادي جدا. ماتشات التوب 6 هي اللي بتفرق في حسم الدوري، ومن اللي شفته في اول جوله من الفريقين واضح ان الدفاع عندهم فيه مشاكل. اول يونايتد طلع كلين شيت، لكن اونانا عمل تصديات كتير جدا، وكونيا كان قريب جدا من انه يسجل. وعلى الناحيه الثانيه توتنهام استقبلوا جولين وكان ممكن يستقبلوا اكتر. فتوقعي الماتش ده هو ماتش مليان اهداف، الا لو حد من المدربين فكر انه يعمل حاجه ثانيه. وكان باين في توتنهام ان فعلا ماديسون هو رقم واحد، وكان باين فعلا زي ما شفنا في البري سيزون ان سون متطرف زياده عن اللزوم. وبالنسبه لباكات توتنهام، فاودوجي كان ماسك الخط وايمرسون كان بيخش نص الملعب. لحد دلوقتي انا مش هقدر احدد لك مين اخطر، لان ايمرسون في الاخر سجل وقدر يشوط من بره ال 18، فوارد ده يتكرر ثاني. وعايز اقول لك ان نفس الحوار اتكرر برده في اليونايتد، كان لوك شو بيخش نص الملعب عشان يساعد في بناء اللعب، وعلى الناحيه الثانيه وان بيساكا كان هو اللي ماسك الخط وقدر يعمل اكتر من عرضيه كانوا حلوين بصراحه، وفي الاخر اترجمت لجون. بالنسبه لرباعي هجوم اليونايتد فبصراحه ما كانوش احسن حاجه، راشفورد هو اكتر واحد كان فعلا باين فيهم جات له اكتر من فرصه لكنه ما قدرش يستغلها. برونو فرنانديز وماونت كانوا تايهين شويه، يعني كده كده برونو ماتيريال وكلنا عارفين الراجل ده بيأدي ازاي، لكن ماونت اللي فعلا كان مختفي. وعلى الناحيه الشمال جرناتشو ما جاش الماتش اساسا. فزي ما قلت لك في البدايه الماتشات دي بيبقى ليها تفاصيل تانية، عندك حد ممكن تخليه لكن اوعى الكابتنه، ولو بتفكر تبيع حد من اليونايتد فافتكر ان احنا لسه في بدايه السيزون ولسه قدامنا كتير. نخش على اخر فقره وهي تكابتن مين. بص بصراحه هالاند قصاد نيوكاسل ده مش ماتش سهل خالص اطلاقا، وعادي جدا نيوكاسل تنزل تقفل ما يحصلش زي ما حصل مع استون فيلا. فانا بالنسبه لي احسن حد في الجوله دي هو محمد صلاح وبعده لويس دياز، الاثنين قصاد بورنموث عندهم فرصه اكبر من اي لاعب تاني، لكن ده ما يمنعش ان هالاند هو هالاند، راجل جات له فرصتين قصاد بيرني جاب جونين. فلو ما عندكش صلاح اكيد كابتن هالاند. واخر كابتن معانا هو ساكا، لكن من وجهه نظري هو كابتن ريسك شويه، زي ما قلت لك كريستال بالاس وروي هودسون رخمين شويه. وفي النهايه انا هحط لكم تشكيلتي، انا جبت 75 نقطه، طبعا انا عدلت فيها شويه عن الجوله اللي فاتت لان ظهر تسريبات قبل بدايه الجوله ان ستونز مش هيلعب وجابريال مش هيلعب، فانا بيني وبينكم لحقت نفسي. وبرده في نهايه الجوله كنت بفاضل بين دي بروين ولويس دياز ولا فودن ومحمد صلاح، وفي النهايه اخترت فودن ومحمد صلاح وهم جابوا لي بوينتس اكتر. وبس يا سيدي دي كانت كل حاجه، ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير، تشترك في دوري 365، كان معاكم احمد خالد، سلام.